زي ما ميلاد سيدنا موسى عليه السلام كان نقطة تغير وتحول كبيرة للغاية، وكان فرعون عمال بيدور على كل الأطفال وعايز يقتلهم كلهم علشان الرؤية اللي اتشافت، أيضا كان ميلاد سيدنا المسيح سيدنا عيسى عليه السلام كان مؤثر بدرجة كبيرة ونقطة تحول فارقة بين بنو إسرائيل كلهم. وكان عندنا هيرودس الثاني اللي كان أو هيرودس أغربة الثاني تحديدا، كانوا الزرادشتيين والديانة الزرادشتية، كان فيها قوم أو جماعة منبثقة منهم كانوا معروفين بأمور الفلك والنجوم والطالع والسحر بشكل كبير قوي، كان اسمها ماجي، وسبق واتكلمت عنها في الفيديو الخاص بالديانة الزرادشتية. وماجي كانوا مشهورين قوي الجماعة المنبثقة من الديانة الزرادشتية دي بأمور السحر، الأمر اللي طلع من ماجي لفظ أو كلمة ماجيك اللي هي السحر، واللي طلع من ماجي أيضا كلمة ماجي ماجوس. ومنها ان جماعة ماجي شافوا النجمة الخاصة بسيدنا عيسى عليه السلام في المشرق، توجهوا على بيت لحم وقابلوا هيرودس وقالوا له احنا جماعة ماجي وجينا من اقصى الشرق علشان علمنا بمجيء ملك اليهود، وجينا علشان نقدم امامه فروض الولاء والطاعة. وطبعا هيرودس هنا كان عايز يقتله بأي شكل، ومعروفة القصة وموجودة عندنا في التاريخ وموجودة أيضا في العهد القديم. وهيرودس قال لهم خلاص دوروا عليه ولما تلاقوه قولوا لي وأنا هروح كمان وأقدم له فروض الولاء والطاعة، وهو كان عاوز يقتل سيدنا عيسى عليه السلام. ولكن لما وجدوا المسيح وكان طفل قدموا الهدايا وقدموا فروض الولاء، ولكن شافوا رؤية إن هم ما يرجعوش ويقولوا إلى هيرودس، ومشيوا من غير ما يرجعوا إلى هيرودس. وهيرودس لما عارف عمل المذبحة المعروفة لكل الأطفال في بيت لحم والأماكن اللي حواليها، الأمر اللي أوحي للعائلة المقدسة إنهم لازم يهربوا من بيت لحم ويتوجهوا إلى الرحلة المباركة بتاعتهم إلى مصر. ومن هنا بتبدأ مخطوطة القوة الخفية، وبنتحدث بيها أيضا عن أبناء الأرملة. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بكم في القناة وبشكركم جدا على تشغيلكم للفيديو. نركز كده في الفيديو ده كويس قوي في كل كلمة، لأن الموضوع ده مهم جدا وهتلاقوا المصادر كلها موجودة باسم الكتاب وكل شيء في شرح الفيديو. الماسونية، كتير قوي من الناس مش عارفة بداية الماسونية دي جت ازاي، وإيه هو معنى المحفل الماسوني والبناؤون الأحرار، الناس دي جات منين، وإيه هي مخطوطة القوى الخافية، ومين هم أبناء الأرملة. نبتدي كده في سنة 43 ميلادية، وكانت تعاليم سيدنا المسيح عليه السلام انتشرت وكانت موجودة بين تلامذته وأتباعه، وهيرودس الثاني اللي كان بيكن كل كراهية حتى بعد رحيل سيدنا المسيح عليه السلام، وكان بيكن كل الكراهية إلى أتباع وتلامذة المسيح وانتشار الدين المسيحي بين بنو إسرائيل وبين غير بنو إسرائيل من الناس كلها. فدخل عليه في سنة 43 حرام أبيود. حرام أبيود ده الحاجب والوزير واليد اليمين إلى هيرودس، واقترح عليه واتكلم معاه، قال له مولاي إن أنا عندي فكرة بوجود أتباع المسيح اللي هم عمالين يسببونا إزعاج كبير، إحنا لازم إن إحنا نتخلص من الموضوع ده، إحنا استخدمنا كل الطرق التنكيل ومش نافعة، فأنا عندي فكرة إن إحنا نقدر نواجه بيها هذا الدين اللي كانوا بيعتبروا سيدنا المسيح إن هو مارق وأنه ليس النبي وأنه ليس المسيح اللي هم منتظرينه حسب اعتقادهم هم. يا أخي دايما في مجادلات ودايما عاملين مشاكل في كل حاجة.
فتكلم حرام أبيض وقال: مولاي جلالة الملك، بيستخدم أتباع دين المسيحي الكلمات الدينية اللي بيأثروا فيها وبتعلمهم بين بنو إسرائيل، وإحنا عمالين بنخسر القوة بتاعتنا. فأنا بقترح إن إحنا ننشئ جمعية خفية، الجمعية دي بدل ما إحنا نواجه بيها بأساليب التنكيل والعذاب، نواجههم بنفس الأسلوب، ببعض المبادئ اللي إحنا نواجهها بيهم، نستخدم فيها بعض المبادئ اللي ننشرها ما بين الناس اللي تواجه بيها تعليم الدين المسيحي. فأعجب قوي هيرودس وقال له: كمل كمان. حرام أبيض قال له: إحنا نعمل جمعية تأسيسية ويكون عندنا المبادئ بتاعتها، وتبقى الجمعية دي سرية للغاية، في مؤسسين يعرفوا كل حاجة ولكن مش شرط إن الأعضاء يعرفوا كل حاجة. واستمع إليه هيرودس وأمر حرام أبيض إن هو يختار معاه المؤسسين، وفعلا اختاروا 9، أو هم كانوا 9، كان حرام أبيض وكان فوقيه في هيرودس أغربة وهو المؤسس، وحرام أبيض وهو نائب الرئيس، ومقابلة فيه وهو كاتم السر، وفي 6 معاهم أعضاء. وبالفعل بعدها بيومين اجتمعوا واتفقوا على تأسيس تلك الجمعية، وإن يكون مبادئ من المبادئ بتاعتها هي المبادئ المعاكسة لكل الدين المسيحي، بحيث إن هي تبقى إغواء لكل الناس اللي موجودة، بل إن كمان أوجدوا لنفسهم قسم بحيث إن هم يقسموا عليه، وحطوا التوراة في المنتصف وكل وضع إيديه، وأقسموا بالله وبالتوراة وبشرفهم ان مفيش اي حد يخون اخوه. وقال لهم ان انتوا هنا مش عبارة عن ان انتوا بتتبعوا الملك، ولكن احنا هنبقى اخوة مع بعض، ومفيش اي مانع من ان انتوا تكذبوا مقابل ان احنا نحافظ على التعليم بتاعتنا. وكل دي ما هي اللي عبارة عن اهداف، الغاية منها ان احنا نحافظ على الدين من كل اتباع المسيح. ومن هنا كانت النقطة اللي وضع القسم بتاعها، وكانوا بيقولوا: أقسم بالله العظيم وبالتوراة وبشرفي أني أحافظ على كل المبادئ، وأني أحفظ السر وأكتم الأسرار بتاعتها قولا أو فعلا، وأن أي حد حيفشي الأسرار دي فهيكون جزاؤه هو التنكيل والتعذيب. وكان كل الكلام ده يدون في وثيقة، واتفقوا على أن يكون المسمى بتاعهم، ما يعني في الأول اقترح أحد الأعضاء أن يكون اسمها اتحاد اليهود، ولكن هيرودس قال: لا، إحنا نسميها القوة الخفية. ودونت كل الكلام ده بمحضر كل الكلام والأحداث اللي بتحصل في تلك الوثيقة اللي كان حرام بيسجلها، وهي سميت بوثيقة القوة الخفية. وهيرودس اختار في السرداب بتاع القصر قاعة، والقاعة دي تبقى هي المحفل بتاعهم، وسموها ساعتها مش بالمحفل الماسوني، وهيرودس اقترح ان هو يجيب بعض ادوات النجارة وادوات البناء ويحطها، وان هو يجيب وثائق قديمة علشان يوهموا ويدخلوا الاعضاء الجدد فيها ان ده المحفل ده قديم جدا جدا، ما هوش لسه جديد. واختاروا المطرقة من احد الرموز المهمة جدا، رمزا لان هي المطرقة اللي في اعتقادهم يعني اللي طرقت بها المسامير في المسيح. واختاروا النجوم اللي هي تعتبر رمز موجود للمسيح، ودرجات السلم 33 اللي هي عمر سيدنا عيسى عليه السلام 33 سنة. حتى العمودين اللي كانوا محطوطين اللي هو بوعز وجاكين اختاروهم وقالوا أصلها بترجع إلى العواميد أو إلى الهيكل اللي كان عمله سيدنا سليمان عليه السلام، وده كله كان في سنة 43 ميلادية، ودي كانت النبتة الأولى لتأسيس الماسونية. وهتلاقي دايما الماسون بيحتفلوا في 24 حزيران اللي هو 24 يونيو بهذا اليوم اللي هو يوم تأسيس المحفل الماسوني بتاعهم، ولكن ما كانش ساعتها لسه تطور الأمر ووصل إلى الماسونية. عندنا الماسونية ابتدت من مخطوطة القوى الخفية وتطورت في 5 مراحل عندنا عبر التاريخ.
عندنا الخمس مراحل. المرحلة الأولى وهي اللي كانت من سنة 43 ميلادية إلى سنة 55 ميلادية، وفي سنة 43 وهي هيرودس أغريبا لما أسس الماسونية وجمعية القوة الخفية ومحفل أورشليم، ودي كانت المرحلة الأولى اللي بيعتقد فيها هيرودس إن اليهود بس هم اللي ليهم الحق في الحياة، ولكن كل الأغيار ما هم إلا عبارة عن شوية قطيع، وإن هم الذئاب اللي لازم يبقوا حامين نفسهم من تلك القطيع وانتشار مبادئ الماسونية أو مبادئ القوة الخفية بين الناس. المرحلة الثانية اللي كانت من سنة 55 ميلادية إلى سنة 105 ميلادية، وهي المرحلة اللي ابتدى بقى ينتشر فيها مبادئ الماسونية ومبادئ القوة الخفية في الفترة دي، والهياكل ووجود الهياكل وأشهرها هيكل رومية. أما بقى المرحلة الثالثة فدي اللي بتختص وكانت بقى الأكثر انتشار، وكان المحفل المركزي أكثر توهج وأكثر توسع في الفترة دي دونا عن الفترات اللي قبلها، وكانت من 105 ميلادية إلى عام 400 ميلادية، وهم اللي بيجذبوا فيها أباطرة الرومان ومعاها أباطرة الفرس وحثهم على اضطهاد المسيحيين في الفترات دي. وخد بالك إن دايما الماسون هم اللي بيختاروا مين اللي يدخل عندهم، محدش هو اللي بيروح لهم ويقول لهم أنا عايز أدخل، هم اللي بيختاروه وهم اللي بيعرفوا يوصلوا له. ولكن على كل حال المرحلة الرابعة وهي المرحلة من سنة 400 ميلادية إلى 1717 ميلادية، والمرحلة دي بالذات كانت فيها شقلبة تغير كبير عندهم. ليه؟ لأن في المرحلة دي على قد ما انتشر هيكل ونشاط هيكل رومية ما بينهم، إلا أن كان ظهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتشار الدين الإسلامي، وده اللي عمل لهم إرباك. لا ده احنا بقى مش بنحارب بقى المسيح وتعليمه بس، ده احنا كمان قدامنا الدين الإسلامي ولازم ان احنا نحاربه بكل ما أتينا من قوة. وأصبحوا كمان ان هم في بعض الأوقات يستخدموا أعداء الإسلام حتى لو هم كانوا أعدائهم مقابل إن هم لازم ينتشروا ويغيروا ويلعبوا في التعليم الإسلامية، ويحاولوا إن هم يتدخلوا تدليس وحاجات من تحت لتحت. ولكن دي كانت المرحلة. المرحلة الخامسة اللي هي من سنة 1717 إلى يومنا هذا، وهي الأكثر قوة والأكثر انتشارا ما بين العالم كله، واللي اختلف فيها وغيروا فيها مسمى القوة الخفية إلى البناؤون الأحرار. والبناؤون الأحرار غير إن هي مقصود بيها البناؤون لهيكل سليمان، أيضا بيقال يعني حسب الكلام إن كان في العصور الوسطى كانوا معظم اللي بيبنوا وبيعملوا بيوت وبيعملوا كاتدرائيات كانوا عبيد، كان العبيد منتشرين وهم اللي كانوا يعتبروا العمال، ولكن كان في مجموعة كانوا بيتبعوا تعليم القوة الخفية اللي بيعملوا بعض البناءات والإنشاءات، ولكن كانوا أحرار ما كانوش عبيد. فمن هنا لأن هم دخلوا بعد كده في الماسون والقوى الخفية فلقبوا بالبناؤون الأحرار نسبة إليهم. ده رأي وأيضا ده رأي. طب بقى إيه موضوع أبناء الأرملة؟ أبناء الأرملة وهم الفرماسون أو الفرماسين الأوائل، الفرماسيون الأوائل اللي هم وضعوا النبتة الأولى للقوة الخفية وللماسونية، وحرام أبيود. حرام أبيود اللي هو يعتبر المهندس اللي أشار ونصح هيرودس ببناء الجمعية الخفية أو القوة الخفية، وحرام كانت أمه هي اللي مربياه وكانت أرملة، ويعتبر حرام أبيود هو المهندس الأول لكده، وده من أحد الآراء. والرأي التاني يتكلم على ان المقصود بيها هنا وهي القصة الشهيرة بتاعت ايزيس واوزوريس، وطبعا الحضارة المصرية القديمة ملهاش دعوة يعني هم اللي اقتبسوا من بعد كده، ولكن الاسطورة الشهيرة عندنا بتاعت ايزيس واوزوريس وكيف كانت ارملة وان هم واخدين عين هورس ان هي رمز ليها، يرجع اساسا الى ان هم بيقولوا ان احنا ابناء الارملة. ورأي تالت بيتكلم على ان هم لقبوا بابناء الارملة نسبة ان هم ابناء الطبيعة
العذراء، وشوف بقى الألقاب والحاجات بقى والوجوديات والحاجات دي، وقال لك ان هي اساسا الشمس هي اللي بتدي الخصوبة للمزروعات وللطيور وللكائنات الحية، ولكن في فصل الشتاء لما بتتجه الشمس الى نصف الكرة الجنوبي فهنا بتبقى الطبيعة زي اللي مترملة، ولان احنا ابناء الطبيعة فلقبنا بابناء الارملة في ذلك الوقت. ومن هنا كانوا ابناء الارملة من لحظة ما كونوا واسسوا الجمعية والقوة الخفية، في بعض منهم اللي فضل في بيت لحم، وفي منهم اللي انتشر في كل الربوع، وهدفهم ان هم ينشروا الروح الكراهية وروح الهدم لكل تعاليم المسيح. وأبناء الأرملة من ساعة تكوين مؤسسة أو تكوين القوة الخفية سموا نفسهم، في جزء منهم فضل موجود في بيت لحم، والجزء الثاني انتشر في كل الربوع في الأرض، وكان في خلال سنتين بس أسسوا 45 محفل ماسوني، بحيث الهدف منها إن هم يبثوا روح الكراهية تجاه المسيح وتعليم المسيح، وإن هم يزرعوا الفتن، وفضلوا يتطوروا في كل أوروبا، وابتدوا ينشروا من خلال التجارة والتجارة الرقيق وأعمال الربا والتداولات المالية، وحتى إن هم فضلوا يتطوروا وينتشروا إلى إن هم وصلوا في المرحلة الحالية إن هم بيحاولوا يقنعوا كل الناس إن كل الكلام ده ما هو إلا عبارة عن تهويل، وإن هو خرافة، وإن الموضوع أقل من كده بكتير، وإن البشر مهولين من حجم الماسونية وعمالين بيفتروا عليها بكلام ملوش أي علاقة خالص، إحنا مجرد محفل عادي، وطلعوا في بعض القنوات كمان وبيتكلموا عشان يبسطوا ويهدوا من الأمور بعد ما ريحتهم طلعت على الآخر. ده عن بعض بسيط جدا من أسرار القوة الخفية وأبناء الأرملة. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هوصيك بقى على اللايك، ولو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.